خلال هذه المأكولات من خلال هذه المشروبات، ما علاقتها بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى؟ ذكرت بعض الصفات سابقا، لكن الله حكيم. عندما تنظر إلى هذه المأكولات والمشروبات ترى كثيرا من حكم الله، وهذه الأشياء ليست متوفرة عند البهائم. تجد البهائم مثلا في طول حياتهم يأكلون الشعير، لكن الإنسان نوع الله له سبحانه وتعالى. هذا من الحكمة، حتى يظهر لك علمه، حتى تؤمن به، حتى ترى سعة علم الله، ترى في المواسم حكمة الله سبحانه وتعالى، كيف في المواسم يخرج الأشياء، وهذه الأشكال والألوان والأطعمة. وأيضا يعلم الإنسان ويعتقد أن النافع والضار هو الله. تأخذ هذا الطعام، الله إما يخلق النفع أو يخلق الضر، يخلق العطاء أو يخلق المنع. بعض الناس يأكل ولا ينمو، بعض الناس يعني منع الله نموه سبحانه وتعالى، وبعض الناس لا يأكل وينمو. أعطاه الله سبحانه وتعالى، وسع له من رزق الجسد والصحة، أكله قليل لكن أعطاه الله سبحانه وتعالى زيادة في الخلق. وأسماء لله سبحانه وتعالى كثيرة تتعلق بالغذاء، من جهة أن الله هو الحافظ. بعض الناس تجده يعني يأكل الأشياء التي لو أكلها بعض الناس يهلك، والله سبحانه وتعالى تجد هذا الإنسان في 70 و80 مع إهماله حفظه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعني متحميا ويضر.